الراديو تسناف. الوحدة غفل موجين الراديو تسنا تضغمي سيدون فهم عشريت موحن أسلوي ينتقدو ذا يتكمل ثرزة ذي البورتوغال الساقيان غيم مقريث سوض منصيف أسلوين البورتوغال مشاورا غير السن ذي الفرج ند سلويث أسلوي ينتقدو ذا يغل حال يملال إضلي غريفن زيليين يفرحد سسهلة ثي غريفن أسنسن قصنا لسوا من الركفة ذي قنوف ذو ياكيا ويسفهمي ثنغف ذي قناثين وستيغي قلان ذي ثمورثنا أهلا جديد بشرة ذي قردان ذي كشم ذي قوكور جيان جوان زثنا يناغيم ذي بارلانسيتو باستور فوزي درار إلى غصف حذين فكينا راديو في السنات أسلوين البرلمان فلسطين يعاود يشكر ثمرثنا غفيف دين السئيل في ذاع تلوثن فلسطين لواني ما غيث يملالو سلوي بسقة مؤلمة أهلا تمليليين وبحريش وقبل ثقر أنا تبقال ثن الزيار الصورات ما قار الشلف أسن الجمعة ذي وهران ما قرأت قفل السير بي السبثاكي ذي قسنطينة من بعد أغمي ساقيان الوحدة فرابو النار تذويل تاد فرام يوكد حاكمي تالي وسليمة مساء الخير يكون ميما راديو تحسسين راديو في السنات أسلوا ينتقدو ذا يتكمل ثرزة غير ثمورنا البورتوغال ذو قوى السويسين ذو قوى بريدو سجاد المخالطات انتقمات يكشمن ذو قوى مزروي ذو وسنا نيغن الشاروكا غير السنات نتمورا ذو قوى تاسك حريشن أسلوا ينتقدو ذا يموغريث سبوض منصيف الساقي غسلوين البورتوغال ذو قوى مراحن الإمبراطور أما راحن تسلويث من البورتوغال ذي غير تماقرن إين في قوى ننسن يسعى نزل وسينا كين أسلوا ينتقدو ذا يمشاور يكدو سلوين البورتوغال مارس سيلو ريبلو دي سوزا ذي الفرجنة سلويت مشاورا واحد السن وسينا كينس وسعان المشاورة غرث ربع نسنا ثنت مورا الساقي غي صورة جوا ذاغني غادا دي لي غاثم ليلي ثقالي معلمان الارزاق نتمور ثناغ ذويذن البورتوغال وقبل ذغان الفورما كي غي معلمان الارزاق نسنا ثنت مورا إلا دو مسفهم يحقون الاتفاق بمسفهم يتوسن يان ذوك سوكاس نجوجا لا فور فعطاش غي الوكلة ثغنوث نوسجاد نوسفثيا يكذ الوكلة البورتوغال نتجار راضو السفتيا مسفها من ذغني غفو عيوذ نحقو ان تسقى موتن تكنيك ثم شريك في كالسنة ثنت مورا ادي ليغ ذغني غوفقن السهلاث ايدي دان ذي القانون الجديد السفتيا غنت مورثنا ادي لي ذغني غنفتا لنسا لن ذا تجربة غير ثكوبانيين نت مورثنا السيد نول بورتوغال ايو سجاد نشاروكا ذو قطاس اقحريشن اسلوا ينتيك ذو ذا يغل حالي ملال ايض اللي غريفن ايد زيريين ذي كتديرن ذي ثمورثاقيا يمسلاكي كيدسن غفلي حالا لان التمور ثينا غلي حالا ثقرز ويمسلاك يتسنغ في الفغين مقرن إيجار سنة تموران إيو سجهد وسفثيا أتنسل وسلوا ينتيك ذوذا أولا الاتصال بالجالية تانا لنطمنها أولا على الوضع في البلاد ونسأل على أحوالها ونشوف يعني مشاكلها في البلد التي تقيم به حقيقة أن دولة البرتغال دولة تربطنا بها أواصر تاريخية قديمة جدا ودولة صديقة بأتم المعنى رغبتهم ورغبتنا أننا نقوي العلاقات مع بعض مرغبين في التواصل مع الجزائر اقتصاديا وسياسيا وإحنا نفسي عندنا نفس الرغبة أسلوا ينتج ذو ذا ينا تصبوه لنا الشركة زمرد أتي لني كرس نث نت مرا يغرفين تيرين زمرد ذا تسكين ذو كهيلناك برتغال في المتناول اقتصاد الجزائر في دونون في دون نحاول نسترجع ما فاتنا لأن الوقت فات مع الأسف ما ماني اللوم حتى على حد الواقع هذا هو الجزائر كانت فقدت لمعان تاعها الحمد لله الامور رجعت وتتمتع بالاحترام تاع الجميع احنا البرتغال احنا متفتحين اللي حبوها نديروها مع بعض نشتركوا مع بعض في مشاريع نشتركوا مع بعض في النفط في بناء السفن في بناء السكنات في أسلوا ينتقدو ذا يكسر فيلي غريفني تايريين إن ذو كنوف ذو يكي غساثنا غثنا تسنقصن لسوا من ركبة إي تايريين يقفغان أذا تكشمن غير ثمور تنسن عليكم توما بالنسبة اللي عايشين في الغربة نحاول
نحاول باش نخفف عليكم الوضع نتاع الغربة هذه باش نسهل الرجوع نتاعكم أو بالأقل الاستثمار تاعكم في بلادكم، ولو تبقوا في الغربة وديروا مؤسسات ولا شركات في بلادكم باش تفيدوا الاقتصاد نتاع بلادكم. بالنسبة للاتصال المباشر مع الجزائر فيما يخص الأسعار نتاع التذاكر فيما يخص هذه كل خذينها بعين الاعتبار، إن شاء الله الصيف هذا كذلك تكون فيه أسعار منخفضة جدا ليكم. ما حاولت كذلك باش ما تضيعوا باش ما يضيعش العمل تاعكم هنا، باش تكونكم فرصة كذلك باش تتقاضى تقاعد في البلاد. المهم ماناش ناسينكم، انتم جزائريين وتبعدوا ولا تقربوا تبقوا جزائريين والجزائر بلادكم. يغرفني تيري يعني كثير ان هذه البرتغال فرحنا نزاه يمغي مسلاي ان يكذو سلواي انتك ذو ذا ايديران غف في غرينسن. احنا كثير فخورين بوجود الرئيس وحضوره الى دولة البرتغال، كانت مفاجأة جد سعيدة، نشكره على هذا اللقاء لأن تواصل الإنساني جدا مهم. ورئيس الجمهورية يعني كلامه كان كلام سلس، كلام من القلب، يعني ما حسيناش فيه ديماغوجية، ما حسيناش فيه يعني كلام مسيس، ولا يعني الرئيس الجمهورية كان داعم للجالية. أنه غالي هي غاسة تفاصيل غارثي رزعنو سلوى ينتيك ذا غارث مورث أن البرتغال ذيك سلنا غايدي ستون أسلوى يبسق مغلومة صالح جوجي اللي ملال الساقي أسلوى يبسق مغنى فلسطين روحي فتوح يقعو ذني الشكر ثمورث نغافي التينس إلف ذا يكو ثلوثن فلسطين أزدن سل ذوك ميكرو نحمد عامر. الجزائر كالعادة كما موجود الجزائر سيزي كثلاوة قيمة ديمات بدغ الطبقة الفلسطينية تغاو سيث ماشي تجديد في الجزائر سطراعي الخصلات أن الثورث ذو حمل لجزائريين فلسطين وفي خفن سنة سلوية نتمورث الجزائر ديما تهمز والو ذو قعون فلسطينيين ذو تطفى ذك زرفان سنة وملاقيين واسع إن سلوية نسغيمين الأمثة صالح قوجيلة ذو الفرصة دنو كذيسة فهملنا الكفاح النغا الماني ثوي فلسطين ثيل للنس لتحرير فلسطين. إلا وهلا جديد بشرى ذي قردان ذي بذوض غاذ قوك ورقيان جوان زثنا ذي نسي دي فراح الصفحة كيف وزي درار ذي مضبار لانسيتو باستر إلا غذي البكين راديو ثي سنات تستقصى سونيا الشريفي أكثر التفاصيل يكود هبيا إبرسين. الجدار تجديد بشرى ذي قردان توجد وهلا ذي بذوض جوان ذي دون كل شيء يوجد ذي ويا ين فوزي درار المهل على ين سيتو باستر. وزارة الصحة بمعية معهد باستور راح نوضعوا البرنامج الوطني الجديد للتلقيح اللي راح يجيب أكثر نجاعة من حيث حماية الأطفال ضد الأمراض التي ممكن تجنبها عن طريق التلقيح. دولة الجزائر وضعت الإمكانيات توفر هذه التلقيحات في المدى القريب ونظن في شهر جوان راح تكون أول جرعة التلقيح الجديدة. 3.4 مليون ليت دوز بشرى ضري وجد سيان غجوة اتياد في الدباهي لقيا وذيني وهقي التدويل نول لهذا سالم غفل الجريدة يتجد بشرى ذي قردان صغور لانستيتو باستور المهل علينا لانستيتو باستور إيدي مسلين غافين ذين التهجين ديثو سنة يوسك في التيدة الهلاش وقابلين السقبلة غفل ساسن السباس وتربع في مسنون إقدشن ذوقيا في بحث كبير جدا حول لا ميديسين دو بريسيزيون مع معهد باستور في تونس ومعهد باستور في اوروبي ونحاول نعطيو حوصله على ما هو المجال اللي راه في الجزائر اللي راح نفتحوا به لا ميديسين دو بريسيزيون. احنا مركزين مثلا على كونسير دو بومون فيه شبكه ما بين لي زيبيديميو لي زونكولوج لي زاناباط ومعهد باستور باش نكونوا شبكه راح نسمحوا باش يكون دواء يستعمل ضد مرض. معهد باستور راح يدير تسلسل جيني شامل بحيث هذوك لي ميوتاسيون راح نسيبليهم بالدواء الجديد. ناس فوزي درار انمهل علي الناس تشو باستور ايديو غالا نذغن غفتم لي ثلاث هجي ناس نسبا جوان دي تدون امس لي غفت ما نغتقولا اذن لي مسنون دي قذت ثانيا ذي نذي تقولا اسوي اطمنا نتاولا ثي ولمن ذي المكلان قرزن يتزمرث يلهان. اك يا غوس نو الفو انت جمع ثريز دين لي سنتر بوس نو الفو دي تكنولوجيا دي ثمره ثعربين ذي نيسيان يتخبرون الساكي دي ثملي لي لي سنتر بوس نو الفو دي تكنولوجيا دي ثمره ثعربين ثملي لي فيه كتيد لكل اغناو ايدي الهان سليبروفي بوس نو الفو دي الصنعه دي ثمرتنا ياسين محوس.
اهجين وشنو الفون جيو تنجمع ثري جدين لي سونتر وشنو الفون التكنولوجيا غير تمران ثعرفين دافود اني ظني ويذ يسان تيكتي وين يفزن ذو سحبيفر غفاين يتسنو الفوين الجزائر تدا قديم غير الزات ذو حريشه كي وتهجين وطس اسم فرنسيا غير الزات هنا كريم جليلي دي مثال بغليف نصنعا ذو سوفاغ ندواوي اعداد الاستراتيجيه الوطنيه للملكيه الفكريه دعم انشاء الاكاديميه الوطنيه للملكيه الفكريه انشاء شبكه مراكز دعم التكنولوجيا وال ابتكار كاتي موضوع ورشتنا هذه وكذا إنشاء المكتب الخارجي للويبو بالجزائر الذي يعد الأول على المستوى الإفريقي والسادس في العالم فدوم الخدمان سلوك ليجين غادي سنرنين المعونة غير تموران تعرفين ذو حريشاكي وسنو الفون التكنولوجيا إنان وليد عبد الناصر إمثل تموران تعرفين ذي ثوتا ثقرغلان تأسح في فرغة فيدي دي سنو الفوين ويبو تعاون جنوب جنوب حيث أن الشبكة ستمكننا من تبادل الخبرات بشكل كبير كما أنها ستمكننا من تبادل الدروس المستفادة فيما بين البلدان العربية في عمل هذه المراكز وكيفية تحسينها ومواجهة التحديات أيضا التي تواجه عملها وقد تعهدت المنظمة العالمية الملكية الفكرية بتقديم كل الدعم الفني لهذه الشبكة الإقليمية حال إقامتها وإنشائها بواسطة جامعة الدول العربية حيث أن هذه الشبكة ستكون المنطلق في مرحلة قادمة بإذن الله تعالى في القريب العاجل لأن تضم إليها أيضا مكاتب نقل التكنولوجيا Transfer Technology Offices الخاصة الموجودة بعدد من البلدان العربية الجزائر تكسب 119 ليسونتر وسنارنين ذوسن الفون التكنولوجيا السان إلى دوستنين غفيون نلتفاق غير لنا بين السونتر يسحبي فيرن غفوي دي سنو الفوين دوم ثلينس جيبوتين وكن أتسفيدين ثمورثاقين ستموسنين نلزاير دو حريشاقين أكا وقبل نكمل هي ذو قرميس إلى وجديد ذو قيني شدن غرثيج زا نسلوا ينتيك ذو زارت مورثنا البورتوكال رشيد أكا فيما دغان سلوا يتمورثنا من بعد مسلاي تدي جمعان ننسى ذو سلوا يتمورثاقين البورتوكال أكا ثورا دفكن فذون تكن دمسلين سن الزاث أتغمسا يتمورثاقي البورتوكال أكان رشيد لكن كان نغضي بوض الصوت إذن سعديغ بلا شك ذي ثمليني ثقية كوت غامسة إذا تهجين هي ذي ثمور ثقنو البرتغال ريف انترزانو سلواج انتك ثوثا ذو قسويسين أنكمل هي ذي كسلنا ستفاصيل ذي قمسلاي غفوسنو الفوغي هي غزال 230 اللي بروفيد سوثرن يقاذي دي سنو الفوغي ذو كحريشن الصنعة ذيني دي طفن الصغور لينا بي ذيني دي خبار يمضب بارينس بالمهدي عبد الحافظ يستقصد ياسين محوس احصائيات 2022 عدد في 2022 الحساب ليبروفي بودي دي سنو الفويون الى نقل 221 هذا سوثر دي 2021 اي بودا 456 ادي سوثر دي 2022 دي سا وغورن ايمن زان اوسوغا ساقير نسا 230 هذا سوثر ليبروفي غار ثقارا اوسوغا سنعدي نيقن 800 الساق ثيقناثين اللانت ايوكن انسنانيا ونفكاف فوذ يوشنو الفو ذي مرة ثامي وين نتمرث إذراع المساواة الوطني ذوك استخدم الانترنت وخلص نتفاتورين بومان الساقع يلادي ون الاتفاق يرتي ذوك لان البنكات ذوك ذي الوكلان بومان الاديو ذيك يعني سهل الشغال غفي مزاغينا رشيد بالعيد نتاغذيم ذبار انتي ذوك لان البنكات لابف تستقصد كهينا برتاش نشتاقي كاسني سربح للوقت بور فاسيليتي لا فيو سيتوايا او كليون بيسكو لي بانك اجوردي سي فريمون اون نوفيل ديناميك واندا لو كليون اي تو سونتر دي بروكوباسيون دو سون تري كونسيون كيل فو الي دو لافون بور اميليوري سكي سفي اجوردي سي نورمال كي لي شوز سو ديفلوب اي اون افونس تري بيان 2016 2017 كونت اون ا ديماري اون ايتي ا كلك ميلي دوبيراسيون اجوردي لو نومبر دوبيراسيون اي لي مونتون سون كوميم انورم سي بار مليون فوار بار مليار في الهاي نكوني غير ساكن هذه خلصها ديستونس مي لي لوانيومون Et en fait, ils nous rapprochent des clients hein, parce qu'ils restent connectés avec la banque et ils peuvent communiquer à distance. Tout ça, c'est des facilités qu'on accorde et qu'on compte développer davantage avec le mobile payment qui est un projet d'année qui est en train de se construire. أكفر ذي جهد الساقيغة في الولاية نتلمس يكذو سامير نتمورث سوق الساقيغة في ثلاثة على معدز كغف التسعة خبران دا سرفس اللي حلغة تقنى القدار وغفوري مخالف سيثما غرثا يضا كن يفغو يليغ إلهان في الله ثينا عبد السلام مالك ذا موسنو ذي الغلاب ومن يساول رشيد غروف الله يحو غفور كرا جوية كمورثا كنا
معنا ماشي كيف كيفك المكان الى وين دان وسد صوت 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 ام نبع وسكيك دا لان يصور 100 ملم ما اكثر من 100 ملم ديالنا مزرعيا ما ندير في زي وزون غالي 6 ملم السنه قاعد كان خاصه كذا طاس مي من سان ديفيسي مقار دروس بارج تقصر كش من دغرس فين نص مليم بمتر كيف في الشرقاني في قرب غرا النبوي مي ميكش مراكش وتراس مور غرا صيفنا ودي ويز ميم با ان كار بونشن لاني لهنا كان يكرا الغلاف وكنا فلاح انه جبنا راه ما نجبدو الفلوس سيرزيك شوط القاعة إلا وكان بدرنا في سالم برا خاطر ما سيرزيك الحالة يحمل حالة بس السنة كاع لأن كنا كذا عايشين يوك الفرور خان دوكا ملي شامبينيون تو سا خدمنا شوط الخسارة نكفر راون بالغلة يعني لنا الزراعة غادي يعدى في الوقت في حالة دي فلسطين تكلت نظام يون ورفع قم طرفا كسن الأقدار غف الحرمان الجمع الأقصى دون العصر نسرى فسلمان إسرائيل إقفيس في الدنيا من السنة الزاتنا الجمعة قيا أيقى ذي الوقت ذي ثوقة نتمورة ثعرة فين تجمع نتمورة ثين سلمين وثندس الأقصى حدي ثير زاق خذم غردنا يون ونغلافن الحكومة بنيامين نتانياهو ولا تمرتن الملكان الثناء الخضيمة قيا ماشيان ذاين ليسي سهلان الفنيا نسناثن الدولات لو فقنا وحفاسي من غير اكتواعقنا اضلي غاريه ضد السودان وريد طفاره غطاس لما غيلدهم فدل نتيثة الصفحة قيقر سناثا تميوين اقراون تمرغي دوكلان يفقنا دي تقلق سوطا الساسي لحالة ذوك ملني من غير ويساول ايو قدر انو فقنا وحفاسي من غير امشقانو مريا مثوب قراون تمرغي دوكلان غار صحرا ومالو ستيفان دو ميستورا غثان ذي قيم ذوكم ضيقي سيناغوين يتمسلين سيسم بقراون تمرغي دوكلان يسخد فن سوكاري سلن غوزلن غفكن ستيفان دو ميستوران ادي تخر سكم دقيس هيل داف خضر محمد يتغربي على سلامك هذا مسلي غفاهيل نتفوقالت للزاير حريش وقفل ثقرة غيفان دبليغ الصورة تماقر الشلفة سنة الجمعية ذي وهران ماذا قلاذ ما قرأ تماقر السير بي السفتة كذي قسنطين هذا وقيان إذا هيل إذا كان في ديالالي تجاريث أن داف خضر ينمزين الصورة لا يسون شلف ذي قنار ميلو دهد في أس الجمعة غف السنة مديث ونجم ما قرأ السير بي ذي قنار نشهيد حملة ويذي قسنطين غف السنة مديث أما كان نظري وكان ديلي ونستخدم من الفار دي سنتنا تمينينا جي بحريش وقبل ثقرة يميغ على حساب قم ضبران النار ان وهران ادنو على القاع باقي لي بضد صوت نوس الوالي انتك ذو ذاسي البورتوغال في البداية اغتنم هذه المناسبة ليتوجه بالتهاني الحارة لفخامة الرئيس وللشعب البرتغالي الصديق الذي سيحتفل في 10 جوان المقبل بعيده الوطني يوم البرتغال وإننا ونحن على بعد أيام قليلة من الذكرى 210 لمعاهدة السلم والصداقة بين إيالة الجزائر ومملكة البرتغال في 14 جوان التي كانت المنطلق لعلاقات مكثفة ومتعددة متعددة الأبعاد نجدد الحرص على التزامنا بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة في 8 جانفي 2005 لقد كانت محادثات مع فخامة الرئيس مارسيلو مثمرة وصريحة وصادقة عكست حقيقة عمق العلاقات السياسية وسمحت بتعزيز التشاور السياسي المنتظم المعبر عن الشراكة المتعددة الجوانب التي تجمع الجزائر والبرتغال في بيئة إقليمية ودولية معقدة لقد تحدثنا مطولا عن الوضع في ليبيا
ومالي ومنطقة الساحل والصحراء الغربية، وعن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعن ما يجري في أراضي أوكرانيا مع دولة روسيا الصديقة وأوكرانيا الصديقة، وعن الوضع توافقنا حول مجمل القضايا التي تطرقنا إليها مثل دولة البرتغال. الجزائر كذلك تطمح إلى السلم بين أوكرانيا وروسيا إن شاء الله. نطمح كذلك إلى حل مشكلة الصحراء الغربية حسب تعليمات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. وأكدنا كذلك دعمنا المطلق للقضية الفلسطينية. مثل ما تعرفون فخامة الرئيس، الجزائر موقفها واضح أن ندافع من أجل دولتين. لازم تكون فيه دولة فلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. بالنسبة للعلاقات التي نتبادلها، احنا سائرين كذلك في طريق بناء ديمقراطية حقة يستفيد منها الشعب الجزائري برمته، ونحاول أن نبني اقتصاد غير مبني على الريع البترولي، وأن نبني اقتصاد نابع عن اقتصاد الذكاء والمعرفة والمؤسسات الناشئة. فيما يخص الوضع في مالي والساحل، عبرنا على اتفاقنا تقريبا نفس النظرة. هذا إذا كان عبر عليها بصفة أخرى، أعتقد ما فيش نقطة من النقاط اللي ناولنا فيها الحديث مع فخامة الرئيس اللي عندنا فيها نظرة مختلفة. ما عندنا نظرة مختلفة في حتى نقطة من النقاط اللي تحدثنا فيها، سواء في المجال الدولي إقليمي وإلا في مجال التنمية. احنا نتمنى مادام نشعر بالقرب من دولة البرتغال صديقة، مرة أخرى أكاد أن أقول شقيقة، نتمنى أن العلاقات تقفز إلى ما أحسن نوعيا وأكثر كثافة في كل ميادين، ميدان ثقافي، ميدان تعليم، ميدان طاقة، ميدان صناعة، ميدان حتى الرياضة الفوتبول. إذن نعبر لك مرة أخرى أخي عن يعني شعورنا بتواجدنا في بلدنا الثاني. شاكر لكم الحفاوة التي استقبل بها الوفد الجزائري، شاكر لكم كذلك تفهمكم لكل القضايا اللي صدناها، ونتمنى إن شاء الله حتى في أقرب وقت تشرفنا بزيارة فخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوسا إلى الجزائر إن شاء الله عن قريب. شكرا. الغفران دا يذنا غيه غسري ذا أمس لا ينوس الواي انتيك ذو ذا ذي ثمني اللي تيكو تغمسا غيك خذم نتساق يكو ذو سلواي نال بورتوغال دا نسمي كثير أس الواي انتيك ذو ذا ذغا يفرح مليح السر زيك إك خذم غال بورتوغال ينغل مخلطة ثقير زنت مليح إقال زيال ذا البورتوغال ذغا بعد ميغ يقم شوار يكو ذو سلواي نال بورتوغال ينغ ثمبز قد مليح ثموغلي غف مرة غا ثمسال أما غا ثمسال ثقير غلانين ثلوف تنسحرهم ألوغ ثلوف تذانين غثلوف
إكشودن غار الساحل أمل مالي تلوفا إكشودن غارو نغمور ينا غادي لي غوسجهد المعاونة ذوكاطاس كحريشن قال زاير ذا البرتغال وينا أوريتاتا لي راه غادي يرجعو أسلوي من البرتغال غير ثمورثنا أكثر التفاصيل ذكر ميسننا إيدي تدون سوا كان غاهد نصوض ارتكر بغميس سنة الوحدة في ديلا ذا المداد حسن يتقاسي فيروز بودار ثلاثي ذو نذغلي سمير غار لاريجي يوك ذا اسماعيل غار لا تكنيك ثاني مرتي كنو مرة دي تحسسني راديو ثي سنات ثورة ظفرة من لحالة تقنو تيكو ذي يزيد اسماعيل السينة كين تذويل ثبوتل يوك حكيم اي تعلي وسليمان فرابونير ارتي مليليث السنة 23 مقول في 23 ذا سويس 9 نيسان ذي سويس نتخير ساني مزيغان لحلان ذي نوت ذي طيج ذي كروسينا في سواحل دوغافن ثمور ثيرو غفور ثان زيت غفلو إلى المستقان مغديزان لكو ذي شلف ما